يثمن هذا الوفد عاليا اختيار إشكالية التعليم كموضوع رئيسي لدورتنا هذه، كونه يمثل التحدي الرئيسي لكسر حلقة الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قارتنا التي ستكون بحلول منتصف هذا القرن موطنا ل40% من أطفال العالم، حوالي 1 مليار طفل ومراهق تحت سن 18 سنة. كما يرى هذا الوفد ضرورة تركيز جهودنا على معالجة الأسباب الجذرية للتأخر الذي سجلته قارتنا في هذا الميدان،